كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا في جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. فتعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهارده هنتكلم عن ثابت بن قرة. ثابت بن قرة من هؤلاء العلماء الموسوعيين اللي صعب ان الواحد يصنفهم في حاجة واحدة. ولد ثابت بن قرة وكنيته أبو الحسن في حران سنة 836 ميلادية، وتوفي في بغداد سنة 901. هو انتقل من حران إلى كفر التوم حيث التقى بالخوارزمي، والخوارزمي أعجب بعلمه الواسع وقدمه للخليفة العباسي المعتضد اللي كان يحب الناس الموهوبين. ثابت بن قرة جمع ما بين العلوم زي الرياضيات والفلك ولغات مختلفة. ده أول حاجة عملها ترجم الجغرافيا، فمثلا كتاب الجغرافيا المعمورة وصف الأرض بتاع بطلميوس ترجمه، كتاب الأصول الهندسية المنسوب إلى أرشميدس ترجمه، كما إن هو أيضا في الرياضيات أسهم إسهاماته هو، استحق إن ساعات يتقال عليه إقليدس العرب من كتر ما أنجز في الرياضيات. فمثلا قسم الأعداد إلى أقسام الأعداد الزوجية والفردية، وقسم العدد نفسه للأنواع، العدد التام والناقص والزايد، وبرع في علم الهندسة، فهو اللي مهد لإيجاد علم التكامل والتفاضل فيما بعد، وإن كان ده لسه في البداية خالص في حل المعادلات الجبرية بالطرق الهندسية، وجدد نظرية فيثاغورس المشهورة في علوم الهندسة، وهو يتجه إلى الهندسة التحليلية. له حاجات كتيرة في الكتب، تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية بجانب علوم الرياضيات، فالحسابات الفلكية، كل دي أثبتت الحقيقة عبقرية ثابت بن قرة في مجال العلوم المختلفة، وأيضا العلوم الطبية، وأيضا له اهتمام بالأمراض الجلدية كما تحدث عن الهزال والسمنة، تطرق إلى أمراض الرأس، تحدث عن الأمراض النفسية وأنواع مختلفة من الطب والتشريح وغيرها. إنما الملفت فيها أنه تقريبا في كل ميدان من هذه الميادين كان بيسهم بإسهامات جديدة وهامة. فنذكر له مثلا في المؤلفات الفلكية المختصر في علم النجوم، كتاب في حساب خسوف القمر والشمس. وهذا العالم الجليل بعد حياة 76 سنة الحقيقة توفي تاركا لنا كنزا لا ينفذ من العلم والمعرفة التي ضمنت له مكانة فريدة بين علماء الإسلام.